السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع: هل الزواج اختيار أم نصيب؟ جعل الله للإنسان الإرادة الحرة ليختار الصديق المخلص الصادق أو الصديق الخائن الكذاب. الإنسان له الخيار أن يشرب أو لا يشرب الخمر، فإذا أحسننا الاختيار يكون لنا الثواب والعيشة السعيدة، وإذا أسأنا الاختيار يكون لنا العقاب والعيشة التعيسة. الزواج إنه مسؤولية وأحكام شرعية، إنه سعي واختيار وقرار الإنسان في الاختيار، فهو غير مكره على الزواج أو الطلاق، إنه بإرادته ويقع تحت القضاء والقدر الاختياري، أي أنه مخير. فإذا حرصت على اختيار القيم والدين والاستقامة والأخلاق الحميدة في الزواج، سوف يكون زواجاً مباركاً وعيشة سعيدة. لكن إذا كان عكس ما ذكر سابقاً والهدف هو المصلحة والمال، فهذا الزواج سوف ينتهي إلى المشاكل والطلاق. ربما الشخص يسعى ويختار ويقرر بأن هذه الفتاة مناسبة له ثم يعقد عليها، ولكن الزواج لم يتم، فهنا إنها ليست من نصيبه، إنه قدر الله أن لا يتزوجها، وقدر الله أن يتزوج بفتاة ثانية.